السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة رقم 8 من سلسلة مراحل البناء. توقفنا في الحلقة السابقة مع الأعمدة كما تشاهدون، وفي هذه الحلقة سنكمل مع البلاطة أو البلونشي إلى غاية النهاية، يعني من القولبة إلى غاية عملية الصب. لذا ابقوا معي إلى نهاية هذه الحلقة، اشتركوا في القناة إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدون فيها فيديوهات القناة. إذن هذه هي الصورة التي يعني أو المرحلة التي توقفنا فيها في الحلقة السابقة. بعد ما يعني ننتهي من عملية صب الأعمدة، ننتقل إلى يعني عملية تهيئة البلاطة أو البلونشي. أول عملية هي اختيار التريد نيفو أو يعني المستوى الذي يعني نبدأ القياس بواسطته لكي تكون البلاطة الخاصة بنا يعني على مستوى واحد، يعني لأنه ممكن أن تكون يعني المنطقة التي يعني مثلا هذه المنطقة في الأرضية يعني نازلة على هذه المنطقة، لذلك سنختار يعني النقطة الحابطة أو يعني أخفض منطقة، يعني نقوم باختيار الروبر منها، وبعد ذلك سنعممه على جميع الأعمدة. بعد ما نقوم ب يعني الانتهاء من عمل التريد نيفو ويعني تهيئة المستوى الخاص بالبلاطة، ننتقل إلى عملية الكفراج أو يعني عملية القولبة. يعني طبعا عملية القولبة لا تتم بهذه الطريقة بشكل يعني دقيق، بل يعني نقوم ب يعني في الطريقة التقليدية نقوم بوضع يعني القولبة في هذه الجهة التي تقع فوقها الروافد، بعد ذلك الإبوترال وهكذا. المهم أن تفهموا يعني بعد ما نقوم بوضع يعني الكفراج ننتقل إلى عملية التسليح. عملية التسليح طبعا هنا يعني هذه هي أهم عملية، وهي يعني تسليح الروافد والإبوترال. بعد ذلك يعني بعد ما نقوم بعملية تسليح الروافد نقوم بوضع الليبوترال هنا، وبعد ذلك نقوم بوضع الأجسام المفرغة أو اللوردي، وبعد ذلك نقوم بوضع الشبكة لتأتي عملية الصب. طبعا كشرح يعني مبسط هنا، يعني هذا النوع يعني دارون كوركرو أو يعني بلاطة بأجسام مفرغة، وهنالك الكثير من الأنواع. هنالك يعني الدار بلان، هنالك يعني سيستم كوفراج تونال، هنالك الكثير من يعني الحالات. نحن يعني نتحدث عن هذه الحالة الشائعة والتي تستخدم في غالب الأحيان. طبعا في هذه الحالة يعني الحمولات عندما مثلا تكون حمولة في هذه المنطقة توزع مباشرة إلى التريسودي أو الشبكة، بعد ذلك الشبكة تقوم بتوزيعها يعني مباشرة، تقوم تتوزع إلى الروافدات أو الليبوترال، ثم إلى الروافد، ثم إلى الأعمدة، بعد ذلك الأساسات، والأساسات توزعها على التربة. هكذا تتم عملية يعني توزيع القوى، ولكي تفهموا يعني دور كل عنصر في المبنى. بالنسبة للقولبة، هنا تكون قولبة في هذه الجهة، جهة الروافد. لم أقم بوضعها لكي يعني يتضح الشرح. هنا بالنسبة للتسليح، التسليح يأتي حسب المخطط، يجب احترام المخطط، يجب وضع يعني التسليح، قطر حديد التسليح يكون بنفس القطر الموجود في المخطط. أيضا لكادر أو الإطارات البعد بينهما أو لسباسمو يكون نفسه يعني ويكون متساوي مع المخطط، لا يجب أن نخطئ في هذه المراحل. أيضا لشابو أو العناصر العلوية والسفلية التي تأتي يعني أو العناصر الإضافية التي نقوم بوضعها في الروافد، يجب أيضا أن نركز عليها وأن نركز على الأطوال. مثلا هنا في الروافد في الوسط تأتي في الأسفل، يعني نضع لشابو هنا في الأسفل على حسب عدد الأسياخ، مثلا إذا كانت ثلاثة نضع ثلاثة هنا في الأسفل حسب يعني طول الرافدة وحسب يعني البعد بين
يعني لترام أو محاور الأعمدة، هنا نضعهم في الأسفل وهنا يأتون في الأعلى. أيضا لروكوفرومو أو يعني إذا كان مثلا الطول من هنا إلى هنا مثلا 16 متر، ونحن نعلم أنه يعني طول البار أو العمود الخاص بالحديد هو 12 متر، هنا يجب أن نقوم بوضع لروكوفرومو أو يعني التلحيم بين العنصرين لكي نقوم بإضافة العمود الآخر. هنا في هذه الحالة يجب أن نحترم ذلك البعد الذي يقدر في المنطقة الزلزالية 3 في الجزائر ب50 ضرب القطر، يعني 50 في، يجب أن نحترم ذلك الطول لكي لا تحدث لنا مشاكل. مثلا هنا في لا نقوم بوضع لروكوفرومو في الجهتين معا، مثلا هنا انتهى لنا الحديد، لا نقوم بوضع يعني لروكوفرومو أو التوصيل بين الحديد القديم والحديد الجديد في نفس المنطقة، يجب أن نقوم بقلب العنصرين لكي لا يكون الإجهاد كبير هنا. مثلا هنا في الجهة العلوية مثلا نضع 3، يعني نضع العمود الطويل هنا مثلا لكي يأتي لولوكوفرومو هنا، وفي الجهة السفلية نقوم بقلبه لكي يأتي لنا لولوكوفرومو هنا، لكي لا يكون يعني لا تكون هذه المنطقة يعني متضررة كثيرا، رغم أنه يعني لولوكوفرومو يفي بالغرض، لكن يجب أن نقوم ب يعني تعزيز المنطقة التي يعني انتهى لنا فيها الحديد. هذه بعض النقاط التي يعني يجب أن ننتبه إليها. أيضا بالنسبة للبوترال يجب أن ننتبه إلى يعني ما هو موجود في المخطط، ويجب أن يعني هنالك أنواع، هنالك من تأتي مصبوبة في المكان، يعني نقوم بصبها مع البلاطة وهذه هي الأفضل، يعني نقوم تأتي سكولات أو تسليح فقط، ونحن نقوم بصبها مع البلاطة الكل مع بعض. وهنالك بعض الحالات يعني نقوم بشرائها يعني بريفابريكي ونقوم بوضعها وتركيبها مباشرة. هنا يعني يجب أن يعني يكون أو أن تتأكد من أن نوع الخرسانة التي تم صنع لبوتر بواسطتها تكون جيدة ويعني مقاومتها جيدة. إذن هذه بعض النقاط التي ربما قد تفيدكم. بعد ما نقوم بوضع الكفرج والتسليح نأتي لعملية الصب كما تشاهدون هنا، ويعني عملية الصب هي آخر عملية في يعني إنشاء البلاطة. بعدها ننتظر يعني في العادة في الخرسانة العادية أو البيطون يعني أوردينال ننتظر 28 يوم لكي يصل لكي تصل الخرسانة إلى يعني القيمة أو المقاومة القصوى لها وهو 28 يوم. هذه في حالة الخرسانة العادية. هنالك خرسانة يعني خاصة يمكن نزع القولبة في يعني مدة أقصر. بعد ما ننتظر تلك المدة نقوم بنزع القولبة، وهذا هو الشكل النهائي للمبنى الخاص بنا. إذن هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، وهذا هو يعني الشكل النهائي بعد ما يعني نقوم بعمل الرندر للشكل. إذن نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من بعض النقاط في هذه الحلقة. إذا استفدتم لا تنسوا دعمي بلايك في هذا الفيديو، اشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة. نلتقي في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.